الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يعظم الأجر والثواب لمن لم يشاركهم، وأن يعوضهم بأن ينيل من لم يحج أجر الحج بنية الحج بفضله وإحسانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العبادة حق خالص له لا يجوز صرفها لأحد سواه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: لتأخذوا عني مناسككم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أهل العلم يذكرون في واجبات الحج عددا من الأعمال يمكن إدراجها في 8 أعمال. أولها أن يكون الإحرام من الميقات، المراد بالإحرام نية الدخول في النسك التي يمتنع الإنسان بعدها من فعل محظورات الإحرام. والإحرام ركن، لكن كون إيقاعه وقع في المواقيت هذا هو الواجب. ومن ترك الإحرام من الميقات يكون قد ترك واجبا، بالتالي يجب عليه دم. إن كان ذلك على جهة النسيان أو الخطأ لم يكن فيه إثم، إن كان على جهة التعمد كان المرء آثما. عند الإحرام يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بأخذ الاحتياطات التي تقيه و تمكنه من الاستمرار في الإحرام. فقد ذكر الفقهاء بأن مريد الإحرام يقلم أظافره ويأخذ الزائد من شعره ويقوم بترتيب أمره من أجل أن لا يحتاج إلى المخالفة بفعل المحظور بعد ذلك. من هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام كان يضع ما يمسك شعره من مواد تمنع من دخول الغبار ونحوه في شعر الرأس. و الواجب الآخر من واجبات الحج البقاء في عرفة جزءا من الليل، بحيث يكون الإنسان قد وقف في عرفة في لحظة من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة حتى غربت الشمس. والثالث المبيت بمزدلفة في ليلة العيد، بحيث يكون قد وقع في مزدلفة في جزء ولو يسير من بعد منتصف ليلة العيد. وقد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة ومن معهم بمغادرة المزدلفة في ليل، وقدره العلماء بأن يكون ذلك بعد منتصف الليل كما هو مذهب الشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع. وأما الرابع فالمبيت بميناء ليالي أيام التشريق. أما المبيت في ميناء ليلة عرفة فهو من المستحبات وليس من الواجبات، وأما في ليالي أيام التشريق
قد ذكر الفقهاء أن ذلك من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات وأمر بأخذ المناسك عنه، ولأنه أرخص لأهل الأعذار من السقاة والرعاة بترك المبيت، فدل هذا على أن غيرهم لا يحق له ترك المبيت، ويلحق بالسقاة والرعاة من كان يماثلهم من أهل الأعذار، سواء كان عذره عائدا إلى غيره كالسقاة، أو كان عذره عائدا إلى نفسه كالرعاة. ومن المعلوم أن الفقهاء لهم 3 مذاهب مشهورة فيما يتعلق بالمبيت بمنى، ففقهاء الحنفية لا يرون وجوب المبيت بمنى، بينما يرى فقهاء الحنابلة أن الواجب مبيت ليلة، ويرى آخرون أن كل ليلة يجب المبيت فيها. ولعل هذه الأقوال تنتج لنا ما يتعلق بمسألة أحكام المبيت في منى، هل يجب أن يكون أكثر الليل أو يجوز أن يكون جزءا من الليل ولو لم يكن غالبا، على البحث الفقهي في هذه المسألة. وأما الواجب الخامس فرمي الجمار، بمعنى رمي الحصيات الصغار في موطن الرمي، ويختلف الناس في الرمي، فمن كان متعجلا يريد الذهاب في اليوم 12 فإنه يرمي ب49 حصاة، يرمي جمرة العقبة يوم العيد ب7، ويرمي في كل يوم في اليوم 11 واليوم 12 في كل يوم ب21 حصاة، الصغرى ب7 والوسطى ب7 والكبرى ب7. وإن كان ممن يريد التأخر ليبقى في اليوم 13 فإنه يصوم، أو فإنه يرمي الجمرات في اليوم 13، وهذا الرمي يكون ب21 حصاة، فيكون مجموع ما رماه 70 حصاة. ورمي جمرة العقبة عند الحنابلة والشافعية يبتدئ من منتصف ليلة العيد، والجمهور على جواز الرمي في الليل، على أن يكون ذلك الرمي لليوم السابق لذلك الليل وليس لليوم الآتي. وجماهير أهل العلم على أن الرمي في أيام التشريق يكون بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعده، لأنه في اليوم 13 تحين الزوال وانتظره فلم يرمي قبله. وهناك من يقول بجواز الرمي قبل الزوال، أخذا من كون الرمي في الأيام واليوم يصدق على ما قبل الزوال، قد قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، اليوم يصدق على ما قبل الزوال. ثم قال: فمن تعجل في يومين فأجاز التعجل في يومين، وقول في يومين كما يصدق على ما بعد الزوال يصدق على ما قبله. وأما الواجب السادس فالحلق أو التقصير، ويترتب على رمي الجمار وعلى الحلق والتقصير التحلل الأول، بحيث يحل للإنسان كل محظورات الإحرام
إلا ما يتعلق بأمر النساء، وأما الواجب السابع فطواف الوداع، حيث يطوف الإنسان قبل سفره يوادع، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهناك أمر ثالث ثامن، قد قال بعض أهل العلم بأنه من الواجبات، ألا وهو السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة. فإن العلماء لهم ثلاثة أقوال مشهورة في حكم السعي، فطائفة جعلته من الأركان بحيث لا يتم الحج إلا بوجوده، وهذا مذهب الأكثر. وهناك من قال بأن الطواف بين السعي والمروة من مستحبات الحج لا من واجباته، لأن الله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. القول الثالث أن السعي من الواجبات لا من الأركان ولا من المستحبات، ولذا قالوا بأن من تركه وجب عليه دم، كما هو الشأن في ترك الواجبات. واستدلوا على ذلك بأن النصوص قد دلت على وجوبه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله، إن الله قد كتب عليكم السعي بين الصفا والمروة، كما في حديث بنت أبي تجراه. والأصل في صيغة الأوامر أن تكون للوجوب، قالوا: ولم يدل دليل على أن السعي من الأركان، إنه لو كان كذلك لورد دليل يدل عليه، كما ورد في الطواف في الوقوف بعرفة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا هذه، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه. فهذه هي واجبات الحج، ولكن على الإنسان عند أدائه لهذه المناسك أن يراعي الالتزام بالاحترازات الصحية المتعلقة بالوقاية من الأمراض والأوبئة، خصوصا ما يمكن أن يكون محلا للتجمع كالسعي ورمي الجمار والطواف ونحو ذلك. وعلى الإنسان أيضا أن يراعي عند مقابلته للآخرين في أداء هذه الأمور من المناسك أن يقوم بالتقرب لله جل وعلا بالتزام التباعد وترك التصافح ونحو ذلك من الإجراءات. وليعلم بأن السلام الذي ورد في النصوص الترغيب فيه لا يشترط فيه المصافحة، وإنما يكتفى فيه بالسلام القولي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام، لا يلزم فيه أن يكون هناك مصافحة، وإنما المراد إفشاء السلام بالقول. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن العبد يراعي التزام التعليمات التي ترد من الجهات المختصة فيما يتعلق بإجراءات التعامل
مع الأمراض الوبائية، لأن هذا يترتب عليه تحقيق أمر الشارع بالسمع والطاعة لأصحاب الولاية، لأن هذا الفعل مما يكون سببا من أسباب صيانة الأنفس، ويكون امتثالا لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ومن الأمور التي يؤكد عليها في هذا الباب أن طواف الإفاضة الذي هو ركن لا يفعل إلا بعد يوم عرفة، بعد منتصف ليلة العيد. وأما طواف القدوم فإنه يفعله الحاج المفرد والقارن قبل يوم عرفة، أول ما يقدم للبيت. طواف القدوم من المستحبات، طواف الإفاضة ركن في الحج، وطواف الوداع واجب من واجبات الحج. والسعي يجوز تقديمه مع طواف القدوم للحاج المفرد والحاج القارن. ويبقى عندنا من المسائل ما يتعلق بالذبح، والذبح يجب على من جمع بين الحج والعمرة في نسك في سفر واحد، وهذا يشمل القارن والمتمتع. وقد قال تعالى: من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ومن الأمور المتعلقة بهذا أنه لا بأس من توكيل من يوثق به في القيام بالذبح، ومن ذلك أن يوكل البنك الإسلامي أو نوابه في ذبح الهدي، وليعلم أن الهدي يجوز للإنسان أن يأكل منه ولا حرج عليه في ذلك، على أن يتصدق ولو باليسير من الهدي. وبالنسبة للفدية أو الفدي فهذا لا يجوز للإنسان أن يأكل منه، ويشمل الفدي نوعين: الأول ما وجب بسبب ترك واجب، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم، وهذا لا خيار فيه. قول ابن عباس: هذا مما لا يقال بمثله بالرأي، وقد كان ابن عباس مفتي الصحابة في الحج ولم يرد عن غيره ما يخالف قوله، فكان إجماعا سكوتيا. وأما الأضاحي فإنها تذبح في مكة وفي غير مكة، ولا تختص بحدود الحرم، بخلاف الهدي والفدية فإنها يجب أن يقتصر فيها على حدود الحرم. والفدية لا يأكل منها الحاج كما تقدم، وإنما توزع على مساكين مكة. فهذا شيء مما يتعلق بأمور الحج وأحكامه، ومع التطرق إلى شيء من أحكام الأوبئة في مواسم الحج. بارك الله في الجميع. وفي ختام هذه الدورة نشكر أولا حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على حرصهم على سلامة الحجيج، مع حرصهم على قيام الشعيرة وأداء الناس لهم، فجزاهم الله خير الجزاء وبارك فيهم. كما أشكر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على رعايتهم للحجيج في المسجدين، وعلى قيامهم ببث
العلم ونشر أحكام المناسك وإيصال ذلك للحجيج من طرائق متعددة، ومن ذلك هذه الدورة العلمية التي تقام داخل أروقة المسجد الحرام. كما أسأل الله جل وعلا لإخوتي في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية فجزاهم الله خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.